الطريقة الثالثة اللي أقدر أعبر بيها عن لوجيكال إكسبريشن هي طريقة كارنوف ماب. إيه هي كارنوف ماب؟ هي عبارة عن ترتيب معين زي بالظبط التروث تيبل، ولكن هو بيساعدني أكتر في عملية الاختصار زي ما هنشوف قدام. طيب هو بيساعدني إزاي؟ كارنوف ماب بتبين لي هو الفانكشن دي كانت واحد بسبب أنهي ترم بالظبط. يعني لو جيت بصيت على الجزء ده، انا كان عندي اربع احتمالات مثلا للفانكشن كانت بتطلع فيها الاف بواحد علشان الاكس ساعتها كانت بواحد. فانا علشان اقدر اقول الكلام دوت ريبريزنت الترم دوت عن طريق التروث تيبل هيكون الموضوع صعب. يعني صعب ان انا اعمل كومباينيشن كده ما بين الاربعه دول واقول ان الاربع وحايد دول كانوا بسبب اكس. فهي كارنوف ماب بتساعدني في الجزء ده، ان هي بدات تجمع كل اربع احتمالات شبه بعض يكونوا مع بعض. بمعنى ان انا لو كانت الاف هنا طلعت بواحد مثلا في الاربع احتمالات دول بسبب الاكس، فالمفروض ان انا الاربع وحايد دول في كارنوف ماب يكونوا موجودين جنب بعض. طب ده بيتم ازاي؟ ان انا بالترتيب اللي انا عامله هنا ان هي دبليو اكس واي هنمشي بنفس الترتيب ده الناحيه دي. هتلاقي هنا دوت ترقيم الاحتمالات هو نفس ترقيم الاحتمالات اللي موجوده بالخط الرمادي ده. بمعنى ان احنا هنا مثلا في الوضع ده كانت الاحتمال دوت عباره عن الاكس والدبليو والاكس والواي منفيين. فلو جينا نبص هنا على الوضع ده هتلاقي ان هنا بيقول لك ايه، والله دي كده موجوده في الصف بتاع الدبليو بار، يعني الدبليو منفيه، والعمود برضو بتاع الواي بار فالواي منفيه، وكمان الجزء بتاع الاكس بار اللي هي الاكس منفيه. وبالتالي لو جينا نبص على كل رقم من دول هتلاقي ان الاماكن اللي فيها رموز مثبته يعني معناها انها كانت في التروث تيبل واحد، ولو كان الرمز منفي معناها ان الرمز دوت كان في التروث تيبل صفر. فهنا استفدت ايه؟ ان انا دلوقتي جمع لي الاحتمالات الاربعه الاولى ان اللي كانت الدبليو فيها بصفر موجودين جنب بعض بالشكل ده. طيب اللي كان فيها الدبليو بواحد هتلاقي ان هي عباره عن الجزء ده، يعني عندك الاحتمالات من صفر لثلاثه موجودين في العمود في الصف دوت اللي هي قصاد الدبليو بار، ولما كانت الدبليو بواحد من اربعه لسبعه موجودين في العمود ده. طيب بالنسبه للاكس، لو جينا نبص على الاكس هتلاقي ان هي في اول اثنين اصفار، بعد كده وحايد اصفار، بعد كده وحايد، وبالتالي هتلاقي 0 1 كانوا فيها اصفار، وبعد كده 2 و 3 فيها وحايد، وهنا 4 5 كانوا اصفار، 6 و 7 كانوا وحايد. وبالتالي جمعت الاربع احتمالات بتوع الاكس اللي كانوا فيها بصفر موجودين هنا، والاربع احتمالات بتوع الاكس اللي كانوا فيها بواحد موجودين في الجزء ده. طيب بالنسبه للواي هتلاقي ان هي بتالترنيت، يعني كل مره كانت 0 1 0 1 وهكذا. فهتلاقي برضو هنا عند الصفر منفيه، عند الواحد هتلاقيها مثبته، الاثنين منفيه، الثلاثه مثبته. وده اللي هيخليني او ده اللي اجبرني ان انا ارتبها بالشكل ده، لان كارنوف ماب مش ماشيه 0 1 2 3، لا هي 0 1 بعد كده 2 3، ودي عملها علشان هو يعرف يجمع ما بين الاربع احتمالات اللي فيها الواي مثبته والاربع احتمالات اللي فيها الواي منفيه. فده كده سبب الترتيب بتاع كارنوف ماب او ان هي ازاي بتساعد. طيب اكتب ازاي فيها او ان انا ازاي املى بقى كارنوف ماب بنفس الارقام اللي هي 0 1 لحد 7. انا عندي الارقام ديت هكون حافظها كده اللي هي 0 1 2 3 بعد كده 4 5 6 7. فابدا ان انا اخد كل احتمال من دول واحطه مكانه في الجدول هنا. فهتلاقي ان هنا الصفر كانت مقابلها 1، دي 0، بعد كده 2 1 و3 1، بعد كده الاربعة كانت بصفر، الخمسة كانت بواحد، الستة بواحد، وبعد كده السبعة بواحد. يبقى انا هنا قدرت ان انا احط او ان انا اعبر عن المعادلة اللي هي الفانكشن ايه بطريقة كارنوف ماب، اللي هي طريقة او ترتيب اخر، مجرد ترتيب اخر للتروث تيبل. الطريقه اللي عليها الدور هي طريقه الانسيت والاكوسيت. ازاي ان انا اعبر عن الاكسبريشن اللي هي المعادله اف بطريقه الانسيت؟ هي عباره عن ان انا بقول له ايه ترقيم الاحتمالات اللي عندها الفانكشن كانت واحد. بمعنى ان انا عندي هنا ترقيم للمعادلات دي او للاحتمالات من 0 لحد 7 علشان عندي 3 انبوت بنفس الترتيب ده اللي هي ترتيبهم في الجدول اكس واي دبليو اكس واي، وبالتالي هقول له بقى ايه ارقام الاحتمالات اللي كان عندها الفانكشن ديت بواحد. فانا هنا مثلا لو جيت اتعبر عنها بالانسيت فهي عباره عن سمشن اللي هي عباره عن فور جيت ما بين الاحتمالات التاليه، وبالتالي هقول له ان هي عندي الاحتمال صفر والاحتمال اثنين وثلاثه، وعندي الاحتمال خمسه وسته وسبعه. فدي كده بالنسبه لي الانسيت، يعني هما 6 احتمالات اللي عندي الاوت فيها بواحد.
طيب ايه هي الاوفسيت؟ الاوفسيت ان انا بقول له ايه الاحتمالات اللي كانت الفانكشن عندها بتساوي صفر. فانا عندي هما احتمالين بس، ان هي 1 و4، فاقول هنا عباره عن مضروب ما بين احتمالين الاول والرابع. فدي برضو لو حد معاه الاكسبريشن دوت فهو يقدر يعبر عن الفانكشن اف. وطبعا من اي طريقه اقدر احول لطريقه ثانيه، يعني لو معايا الاونست فسهل جدا ان انا احط الاحتمال بتاعته في تروث تيبل، وسهل جدا برضو ان انا ابدا ان انا املى بيها الكارنوف ماب. ونفس الكلام بالنسبه للاوفسيت، ان انا بدل ما احط وحايد هحط اصفار عند الواحد والاربعه، وبالتالي هتكون باقي الاماكن بتساوي واحد. فدي كده الطريقة الرابعة للتعبير عن logical expression اللي هي الأونست والأوفست. أهم حاجة إن أنا أراعي بس إن نفس الترتيب المتغيرات هنا في التروث تيبل أكون حاططهم هنا، علشان دي بيبقى ليها إنديكيتور عن تمثيل الرقم دوت بالثنائي هيكون إيه. يعني هنا التلاتة مثلا تمثيلها بالثنائي 0 1 1، يبقى أنا عندي الدبليو ساعتها أقصد بيها من الاحتمال دوت واحد لما كانت الدبليو 0 والإكس بواحد والواي بواحد وهكذا. وبالنسبة للأوفسيت أو إن هي التعبير عنها، فبقول له الاحتمال رقم واحد كانت عنده الفانكشن بتساوي صفر. بمعنى إيه الاحتمال واحد؟ إن الـ W بتساوي صفر والـ X بتساوي صفر والـ Y بتساوي واحد. الطريقة اللي عليها الدور هي طريقة الـ Canonical Sum Product أو طريقة الـ Canonical Product of Sum. معناهم ايه الطريقتين دول؟ علشان نعرفهم الاول تعالوا نعرف حاجه اسمها مين تيرم وماكس تيرم. المين تيرم هو تعبير بستنتجه من التروث تيبل بيقول لي ايه الايكويشن اللي طلعت الواحد ده. بمعنى ان انا المفروض اروح على الفانكشن اللي عندي من التروث تيبل كده، واقول عند كل احتمال في الفانكشن بواحد ابدا ان انا اجيب المين تيرم بتاعه. طيب هو ليه اسمه مين تيرم؟ علشان ليه احتمال وحيد فقط ان هو يطلع واحد. وبالتالي لما يبقى عندي الاحتمالات او المين تيرمز بتاعه الفانكشن دي وعملت بينهم اور جيت، اقدر ان انا اقول له الاكسبريشن دوت على بعضه عباره عن الفانكشن اف. بمعنى ايه؟ ان انا عندي هنا في 6 احتمالات، الست احتمالات دول فيهم الفانكشن بتساوي واحد، فانا هاخد كل احتمال منهم وابدا ان انا اريبريزنت المين تيرم بتاعه واعمل اور جيت ما بين المين تيرمز دي كلها. يبقى انا كده حسبت الكانونيكال سام برودكت اللي هو عباره عن تمثيل للمعادله بدون اي اختصارات بطريقه السام برودكت. سام برودكت يعني انا عندي عباره عن اور جيت ما بين تيرمز، كل ترم منهم عباره عن برودكت ما بين الانبوتس وبعضها. بمعنى تعالوا نشوف مثال للداله دي، ان انا عندي هنا مثلا عايز اقول اعبر عن الواحد ده بطريقه المين تيرم. فالمين تيرم هو انا بشوف الاحتمالات ديت اللي قدامه صفر يبقى هو منفي، واللي قدامه واحد يبقى هو مثبت. فانا عندي الدايره اللي تطلع لي الواحد ده بس والباقي كله تطلع لي فيها اصفار هو المعادله دي دبل بار اكس بار واي بار. فدي كده اول مين تيرم عندي. طيب الترم الثاني هتلاقي ان عندي الاحتمال ده، فانا هاخد برضه هنا الواي منفيه يعني 0 يبقى هنا واي بار، الاكس مثبته يبقى هي اكس، الدبليو 0 يبقى هي دبليو 1. فانا هاخد الترم ده برضه واقول ان هو موجود عندي في السم اوف برودكت. وهكذا هبدا ان انا اخد كل الاحتمالات اللي فيها تروث تيبل بواحد، ابدا ان انا احطهم مع بعض علشان اكون جبت الكانونيكال سم اوف برودكت. وبكده اكون حسبت الكانونيكال سام برودكت اللي اتفقنا ان هو عباره عن سام اوف اول مين تيرمز. وليه اسمها مين تيرم؟ عشان كل واحد من المعادلات دي تطلع لي واحد عند احتمال واحد فقط. فدي كده طلعت لي الواحد الاولاني، ده الثاني، ده الثالث، لحد الاخير اللي هو كان طالع من الاحتمال رقم 7. طيب الكانونيكال برودكت اوف سام هو عباره عن البرودكت بتاع كل الماكس تيرم في بعضها. طيب هو ليه اسمه ماكس تيرم؟ علشان هلاقي ان مثلا المعادله دي لو انا عندي W اور X اور Y، هتلاقي ان ده المقابل له ان هو بيطلع صفر في احتمال واحد فقط، وباقي الاحتمالات كلها بتطلع لي فيها واحد، ودوت منطقي لان ديت عباره عن اور جيت. وبالتالي بدل ما كنت بجمع الوحايد في حاله المين تيرمز، لا هجمع باصفار. يعني هبدا ان انا اقول الفانكشن هنا بتساوي صفر في الحاله دي، يبقى هي عباره عن الترم الاول فيها هو الماكس تيرم ده. طيب الماكس تيرم الثاني هو عباره عن الصفر ده، فهروح اخد الماكس تيرم بتاعه واقول ان انا عندي المعادله في الاخر هي عباره عن البرودكت ما بين الترمين دول.
وبكده اكون عبرت عن المعادله بتاعتي بطريقه البرود اوف سم. طيب هو ده منطقي برضو للتعبير عن معادله؟ اه، ما انا لو عندي المعادله الاولى دي هي عباره عن وحايد في كل الاحتمالات ما عدا الاحتمال ده بس بصفر، والمعادله دي هي عباره عن وحايد في كل الاحتمالات ما عدا الاحتمال ده بس بصفر، فلما نيجي نضربهم في بعض اللي هو نعمل اند جيت ما بينهم، هتلاقي اي احتمال فيه صفر على الاند هيبدا ان هو يطلع المعادله بصفر. تعالوا نعمل ديمو او ان احنا نبين الفكره ديت بنفس الطريقه اللي احنا كنا عملنا بيها التروث تيبل في الحلقه اللي فاتت. فتعالوا نعبر عن المعادله بطريقه الكانونيكال برودكت اوف سم، وان احنا نشوف كل ترم من دول الشكل بتاعه ايه كاوتبوت، وبعد كده نعمل اند جيت ما بين الاثنين فانكشن دول. فلو جينا بصينا هنا نشوف الحاله دي هي عباره عن اور جيت ما بين ثلاثه ترم، فكل ترم منهم هيطلع لي واحد في الحالات اللي فيه ترم دوت واحد والترم ده واحد والترم ده واحد. بمعنى ان انا لو عايز اطلع التروث تيبل بتاع المعادله دي، فانا عندي اول ترم بيقول W، يعني معنى كده لو W دي بواحد الاوتبوت بتاع الاكسبريشن ده كله هيكون واحد لان دي بورجيت، وبالتالي عندي الاربع احتمالات دول عباره عن واحد. طيب الاحتمال التاني بيقول الاكس، يعني لو الاكس بواحد يبقى برضه الاحتمال بتاعها هتطلع واحد، فانا عندي هنا الاكس هنا بواحد وعندي هنا الاكس بواحد، فعندي دول برضه عباره عن واحد. طب الواي بار معنى كده ان الواي لو هي منفيه يعني بصفر، الواي بار هتكون مثبته وبالتالي الفانكشن في الاخر هتبقى مثبته، وبالتالي عند الاماكن اللي فيها الواي بصفر هتكون بواحد، فهتلاقي ده وعندي برضو مشترك معاها ارض الثلاث وحايد اللي تحت. فانا دي كده عباره عن التروث تيبل بتاع الترم الاولاني. طيب بالنسبه للترم الثاني نفس الفكره، ان انا عندي هنا واي بار او دبليو بار، معنى كده ان الدبليو لو هي بصفر يبقى الاوت بتاع الفانكشن واحد، وعندي هنا لو الاكس بواحد يبقى الفانكشن بتاعتي بواحد، ولو عندي الواي بواحد فبرضه الفانكشن بواحد يبقى ده هيكون واحد. فلو جينا نلاحظ كده هتلاقي ان احنا بقى لو معانا الاثنين دول وعملنا اند جيت ما بينهم، اند جيت ان انا هاخد الترمين دول اكنهم بالظبط تروث تيبل جديد، ده الانبوت بتاعي والاوتبوت هو ده، فهتلاقي هنا واحد اند واحد تطلع واحد، هنا بالنسبه لي واحد اند صفر فده بيبقى هنا صفر، هنا دوت وحايد كلها لحد ما اوصل لهنا انت كده واحد صفر فتطلع لي صفر، وبالتالي الاثنين دول كده طلعوا بسبب الماكس تيرمز دي لما عملت برودكت ما بينهم. وهي دي الفكره المطلوبه او الفكره المقصوده بطريقه الماكس تيرمز او المين تيرمز. اللي انا محتاج اراعيه بس وانا بطلع المين تيرم سواء من التروث تيبل او من كارنوف ماب، ان انا هنا وانا بطلع المين تيرم باخد بنفس الرموز، يعني لو دول منفيين فانا هطلعهم منفيين، لكن في الماكس تيرم بعمل العكس، انا بعمل اور جيت واللي هنا بلاقيه صفر، فانا معناها ان في الماكس تيرم هخليه مثبت، ولو عندي هنا مثلا دول كلهم وحايد فمعناها ان الماكس تيرم كلهم منفيين.